امس الخير. مرحبا بي يا خويا، شيطني ربع شهر أيه. وانا حكمه رونديفو تقول راح ندير سكانير ولا عليه يعني. هذه هي دوك الناس كاع حبت شي، الناس كاع راهي دير لاشين، وديجا كي جديت ديك رونديفو كاع راكي مليحه، باسكو قالوا لي انت قبل ما تجي وصاوني قالوا لي تريشي بزاف. نتريشي انا عماه شكون هذو لي معليش كيفاش من راح تبداني؟ هذه هي واش راني نشوف انايا، راني حاير دوكا من راح نبدا، راك اسكو نطلعك فوق الميزان، الميزان جو كرو ما شكيتش قبلك. اي عواج هادي عواج، خلي الميزان تاع الناس اللي هي بلا ميزان بلا ميزان. دونك نديرو هكذا عين الميزان، عينك ميزان. قولي شحال كي تلبسي في لاطاي درك؟ ايه. ها قدام الناس. اي قولي لي برك معايا. شوف بيناتنا نقصي لها خمسة ولا نقصي لها ستة؟ 66 جيجا 6 ال 66 جيجا 6 اكس. ايه اي خلاص شحال؟ عندي 110 عندي 110. الله يبارك عليك الله يبارك. 10 النفخة. راكي منفخة بالدواء. اي كما يقولوا كاع. اي خلاص شوفي نحي لنا الدواء. اها وبداني السمانة الأولى غير كاع خضرة، شلاضة صباح. اها والعشية اللفت. على خويا أرنب أنا. إلا حبيتي تشياني راكي 110. مانيش حابة نشياني، أنا حابة أنا جيتك على بالك فين جيتك. علاش؟ أنت قالوا لي هذا تروحي له يزيد لك، على خاطر عندي واحد البلايص فرغو من. حابة نزيد. دوك نبدل البلاصة نكتبها طولي بالفوق. روحين بلاصيك زوج بزوج حدايد من الهي، نزيد لك شويه من لي بارشون، نزيد لك شويه من الناس، ما كانش نزيد نعمرك، كون نزيد نعمرك تدوري. اعزائي المشاهدين على بالي باللي فهمتوا موضوع اليوم، نروحوا فاصل ونعاودوا نقولوا لكم. شرفتونا وين ما كنتم تحلى قعدتنا، ومع ضيوفنا الاعزاز تتنور سهرتنا، ومع مفيده ومنيا رايحه تكون احلى واحلى. با 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 اليوم ثقه كبيره. انا قلت شكون هذه اللي راهي تهضر؟ جابوها من الراديو ولا والله حفظتيها فيزياء ولا بقاله؟ هذه زيدي دخلت لكم بالشعر. ما الشعر يا الله يبارك. راح نزغرت عليك. هي أول مرة في زيادة الشعر. ما قعدناش. ها روحي ها سلام. لا ميرسي. لا ميرسي. أنا شكرا. أنا نرحبوا بالجمهور ديالنا. ثقة كبيرة. نرحبوا بمفيدة مونيا. أيوه. لا لا. اليوم راهم معنا ضيوف مميزين. نقدم الضيف الاول هو لو كوتش سمير بن عيسى. وكاين واحد ضيفه معنا يا ودي، واش نقول لكم؟ دوك تشوفوها تعرفوها واش دارت في عاشور العاشر. نرحب بحياه. أعزائي المشاهدين، مواضيع اليوم في بلاتو سوق نسا، عندنا الموضوع اليوم رايحين نهضروا على ثقافة الرياضة عند الجزائريين، والموضوع الثاني يعني أغرب المواقف اللي صارت لكم في المناسبات. نهضروا نقولوا الموضوع الأول، نهضروا على ثقافة الرياضة عند الجزائريين. باش نبدأ منيا. أنا كنت نتعدى بلي. منيا أعطينا النظرية ديالك على ثقافة الرياضة عند الجزائريين. ألوغ ديجا مرحبا بكم، مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مساء الخير شزة، مساء الخير وفزدة. ألوغ ثقافة الرياضة عند الجزائريين، الجزائريين
بلا ما نهضر يعني في بلاستيك مملوك انت تجي لك ما يمارسوش بزاف الرياضه مالوغوزمون. ما شفناش يعني ما شفناش ولادنا صغار مربيين على الرياضه ويديروا دي سبور كو سو سوا يعني با فورسيمون يعني لي سبور دو كومبا يا دي سبور دو جروب يا دي سبور انديفيديوال يعني سي فري كو سي با كلكو شوز اللي نشوفوها اسي سوفون ابري سي فري كو ما عندناش لي انفراستركتور ما عندناش ثاني وين يقدروا يروحوا دي فوا يقول لك غالي بزاف انا ماذا بيا يعني مارس الرياضه بصح ما نقدرش موا بيرسونيلمون جاني توجور في حيت كاع انا ندير دايور كي تلاقينا انا وحياه في لي لوج كومونسي ا بارلي موا جاني توجور في بون لا ريسامون سي موا اذا يشوف فيا حفيد اسمح لي مي جو في ريبروندر مي سي فري كان جيمري بيان نشوف لي جينز الجيريان ميم لي ميم الكبار يعني سي با كو بور لي جين يمارسوا الرياضه باسكو سي ان دي فولوار فريمون يعني في عود جو سي با انايا تقعدوا في الحومه شادين الحيوط ولا ما تقعد دير والو ولا تقعد تشوف لا تيلي ولا تسمع الغنى ولا جو سي با يعني جو تروف كو سي وقت ما يروحلكش في باطل يعني سي بيان بور لا سانتي سي بيان ميم بور ليسبري ميم سي كيك شوز كي نوري ليسبري دونك بور موا جيمري كو كاع يعني كاع لو كان تقدروا ديروا سبور ديروا فرانشمون سا فو فرا دو بيان دونك فوالا مفيده سا فو فرا دو بيان ميرسي ما ديروش سبور مشاهدينا ها يا عيني تبعوا مونيا كيما يقولوا الجسم السليم العقل السليم الجسم السليم في الجسم السليم تاعي مش سليم يا جماعه واحد الكوليسترول داخل كما قالوا يعني هي ثقافة الرياضة أنا مني احنا عائلة رياضية في دارنا من صغرنا احنا نديرو اختي جيدو خوتي في الفوت معروفين ومن بعد كاين التطورات ولا كما نقولوا احنا كي يجيسك مرض ولا حاجة تتبدل فيزيائيا يتبدل لوكور تاعك ولا كي تتزوجي ولا كي تولدي ولا كي تطلقي كيما قلت لي تكوني ديري سبور ومن بعد تسيبي عليك صاي ما تسمانيش باك تولي انا مع الرياضه خاصه النساء الرجال يقدر يدير سبور وين يحب وقت ما يحب النساء حنا فنيانات علاه من الضغط اللي راهو علينا كيما انا شخصيا مركيا في لابيسين تعرفش شحال نروح مره في العام نخلص ويقولوا لي علاه تخلصي ما بقيتيش تخلصي نروح مره زوج علاه ملي تورناج تلقاني نجي له للجزائر وما عنديش الوقت وانا نروح هنا نولي من التفنيين هذاك تلقاي روحك غير ماشيه تاكلي وقاعده لوتيل طياره تورناج بصح لازم نعطيه وقت على الاقل ساعه في النهار هذا مانيش اخصائيه دوك سمير هو يحكي لنا في هذه النقطه انا نهضر على نفسي اني نهار ما نديرش لابيسين ولا نهار ما نروحش نمشي كيما مولفا نديرونجا صح نولي بالسيفلان نطلع الدروج نولي ننهج على خاطر مريت بواحد الفتره دخلت فيها في ريجيم مع طبيب دكتور تيتري نوجه له الف تحيه وتابعت الرياضه تاعي وليت تشوفوني ما تعرفونيش كان حتى الناس شكوا باللي صابني مرض واحد اخر يعني بالاراده تقدر ديري كلش علاه طلقت منها تفنيين ومنها شويه مرض الدواء عنده لي زيفي تاعو تما انا رايي انا الشخصي انه مليح سبور الرياضه مليحه ما كانش مرة ما تديرش ومرة تدير ولا كونتر زعما هادي واش خير جات دير تجري هادي مهبوله مليح سبور للصحه مليح يحرق السكر يدير حوايج بزاف نخلي الكلمه لسمير هو اهل الاختصاص حنا جبنا سمير باش هو يكون بس انا مهما نهضروا مش كيما هو باسكو سبورتيف من حياته هاني نشوف على لا طاي يظهر لي ساكن عند سمير يعني سو لي ريزو سوسيو في سناب شات ايتو كل يوم العصا ما تاكل دجاج محمر بزاف اكزاكتو كيل بلوف كيل فوالا ما تاكل يا ريزيسكال ما تاكلش المحمر سبور لازم له لا سبيسيال لا فوزيه ماشي المحمر هذاك هذاك المجمر المحمر هذاك اللي محروق اللي من الفوق ماشي مليح راح تمرض به اوليو ما تكونسوميه تبروفيتي فيه راح تزيد تمرض افيك لو طون باسكو مونج بوكو دو بولي على بالي دائما تصويره دجاج محمر دابا حسنا سمير انا جو كومبرون بلي لو بولي سي بون بور لو ريجيم وي لو بولي مي لا كويسون تاعو هي تاكلو محمر ستادير تشريه من برا هذاك لي لابلاك هذيك ديالو معمره بالقرا ومعمره فحم ديجا زيد تاكلو البنه كاع في الفحم على بالنا كيما نقولوا حنا في السلطينه كاسكروت خماج كيكون خماج بنين دونك هذيك هي دونك هذاك لو غرا اللي يجي من الفوق اللي ماشي مليح مي لو بولي لي كونسيي بور لو سبور
وي فوالا. سي اون باغل على لو سبور ستادير كاين اللي يدير سبور كيما مونيا وكاين وحياه وكاين اللي يتفرج سبور لا تيلي. دونك دوكا تيك براتيكمون ولاو لي شان تيليفيزي كاين بزاف اللي يديروا لو سبور باسكو دوكا ولات اون مود جديده. سي اون توندونس جديده وكاين دي بويسونس في العالم يديبورسيو دي ان ارجون فو دراهم كبار غير على جال سبور باسكو يقدروا يربحوا بزاف صوالح على جال سبور باسكو فيه بزاف سبونسورينغ. حنا اون الجيري سي اون نوفيل توندونس كما قالت مونيا توتالو قالت لك هنا هي دير سبور انا نشوفوا هنا حياتها هي دير سبور عندها هي الاسباب تاعها لا ماهيش دير سبور عن بالي فوزيه انا عندك ارتباطات بزاف ماكمش ديروا سبور بصح عن بالي كنت تلقاو الوقت ديروا سبور. مي لو بروبليم سي كو الجيري سي با الجي سونتر الجيري سي تندوف اضرار مستغانم بالعباس. اسكو هذاك اللي راهو في باتنا ولا في تلاغما ولا مع لاباشون اسكو الى لي مويان اسكو لا فامي سكون تما الا لي مويان باش تروح دير سبور برا بلا ما يهاوشوها بلا ما يقولوا لها علاش راكي ديري بلا ما راجلها يحشم. سي با الجي سونتر الجي سونتر الحمد لله تروح البوشاوي لو ماتان تلقاها اكسبلوزي دغاشي لي في ولاو يديروا سبور ان بو بارتو. دوكا لا توندونس لي نوفيل سبور دوكا ولا حاجه جديده يا ميم دي ثيرابي افيك لو سبور دونك فوالا. وبالسبور نحو كاع لي مالادي اون فا ايفيتي سي اون بريفونسيون ديجا اون لوت كونتر لو ديابيت لا بريسيون ارتيريال لو كونسير كاع لي مالادي لونكسيتي باسكو اون فات كي نديرو سبور اون فا ديجاجي شويه ما ندخلوش في لي ديتاي هذيك باش ما نطولوش على المشاهد الكريم. مي عندنا اون ليبيغاسيون تاع دي زورمون كيما نقولو حنايا لي زوندورفين هرمونات السعاده كي نجريو نكونو هابي ستادير بيناتنا درنا ان ديفي هاي حياة تقول لك كي تنطرين يكون عندها اول ستادير غان ترافاي ديفيسيل وتكملوا تدخل ساتيسفيت للدار يكون دخلوا ساتيسفي ستادير رانا راضيين لوحدينا الانتيغيور كلش عنده في الكور ديالنا كلش عنده علاقه مع الهرمونات كيلكو سوا لا سيتياسيون. دونك كي يكونوا ملاح الهرمونات يعني يكون ملاح كي نكونوا الهرمونات ملاح دونك اون فايفيتي لي مالادي دونك لو ميتابوليزم ديالنا راح يخدم مليح باسكو سي ان بروبليم با اكزومبل هي دوكا تشوف راح ما تقدرش دير سبور il y a un problème quelque part métabolique. هذا لو ميتابوليزم ديالها اللي يخليها مقلقه وما عندهاش لونفي دير سبور كلش لاصق مع بعضها. دونك دوكو باش نقول لكم الثقافه دوكا سانسيرمون دوكا في الجي سنتر اون فوا تو لي جور باللي كاين لي صالام يتفتحوا لي صالام يزيدوا الناس راهم يديروا في لي ريزو سوسيو ما كناش بكري نشوفوا في لي ريزو سوسيو كاع يديروا دي فوتو في لي صال مي اكتويلمون اون في دي فوتو وكاين اللي يديروا غير لي فوتو تاع سبور حياه ما لا اون فيس با حياه اون فيس با حياه اش نهضروا عليها. دونك سي سا مي لا توندون سي با الجي سونتر مي الحمد لله سا كومونس ا فونيغ ان شاء الله اي جيسبيغ كو ليورا بلوس دو d'espace public surtout à Naya nous allons les espaces publics où il y a une sécurité parce que le jeune Rajel il peut sortir dans le Houma il fait un match de foot et salam alaikum mais le Mara il a besoin d'un espace déjà il est un peu isolé où il confie la sécurité surtout l'aman mais je ne peux pas dire l'activité parce qu'on ne peut pas se permettre de faire la salle de 300, 400, 500 nous n'avons pas et donc c'est ça mais quand même qu'il y a un Sabiat qu'il y a un Bouchaoui qu'il y a des endroits et espérons inchallah en tous les cas là en cours d'amélioration ان شاء الله تعم على الجزائر كامل ان شاء الله ان شاء الله حياه حياه بون سوار نشكركم دابور تو دابور pour l'invitation ça me fait super plaisir parlons du sport alors le sport pour moi c'est une thérapie franchement c'est une thérapie quand je suis pas bien ما كنتش مليحه نروح للصال يطلع لي المورال نخرج لي نير تاعي كاع quand je suis bien je fais encore mieux ma séance quand j'ai des problèmes en fait pour moi le sport c'est un tout c'est bien pour le moral c'est bien pour la santé c'est bien pour la jeunesse c'est bien pour tout en fait et j'ai remarqué que ces derniers temps c'est les filles surtout les filles elles prennent beaucoup elles veulent avoir de beaux corps ils aiment les européennes donc Anna j'ai remarqué que les salles de sport ont été de plus en plus il y a de plus en plus de filles qui veulent qui veulent avancer qui veulent être coachées qui veulent des conseils et tout et moi c'est ce que j'essaye de faire un petit peu sur Instagram ouais. c'est pour ça que je fais les photos parce qu'en fait j'essaye d'encourager les gens, de les motiver, leur donner de la détermination, de la motivation. Alhamdoulilah, ça marche. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé le sport grâce à ces photos. Hein. Ah oui, merci. Par rapport à ce qu'on a dit, il y a des gens qui ont parlé de la semaine.
سا سي اميليوري بزاف باسكو زمان كنا نشوفوا غير لي فامي ريش اللي يديروا لو سبور لو سبور سا اكزيستي دوبي لونتون يعني ماشي تقول باللي ما كاش سبور اي تو مي كنا نشوفوا لي فامي ريش هما اللي يروحوا يديروا رياضه معروفين اي تو ودوكا انا نشوفوا باللي يعني حاجه مليحه انا نشوفوا البنات يروحوا يديروا سبور يعني كاين دي سال دو سبور اي تو وزدنا شفنا ثاني كاين دي مامو عندهم في ليكول يعيطوا لهم الاخر لي بروف ديالهم يقول لهم فوالا بزاف بزاف يبوجي بزاف هكذا بزاف هكذا الوغ يلوي فو ان بسيكولوج الوغ كي تديه بسيكولوج تقولها بلاصيه ديريه في سبور هذيك هذيك لينيرجي ديالو كامل يديبونسيها في سبور قالت لهم بعد وصح سي فغي بعد كاين دي زونفون فريمون اجيتي كي يدخلوا السبور تشوف فيهم يتكالماو وي توت افي الوغ كو سبور مليح بزاف للجسم الانسان يعني حاجه مليحه ما نقدرش وكاين شي نساء انا نعرفهم بزاف كوم يا بوكو دو شان سمير اسكو توافقني كيما هاك تقول كيما هادو اللي راهم اون دور دالجي صادير في لي ولايا اللي ما يقدرش ديجا ما كاش لي سال تتافي ما كاش لي سال واش يديروا يحكموا دي شان وتشوفيهم يمارسوا الرياضه على حسب سا سي بيان يعني حاجه مليحه يمارسوها في لاتيلي بور لي فام كي بوف با سورتير من ديورهم فوالا مزوجين لا غالب امهات ما يقدروش يعني يمارسوا وكاين دي في اللي ما عندهمش ميم با واقيل سال دو سبور جو بونس ما كانش ما كانش وديجا على بالك هما عندهم عيب باش المراه تروح دير سبور على بالك هما عندهم الهضره والرجال ماشي كيف فوالا فوالا يعني مازال عندنا شويه هاد العقليه مازالها باسكو قلت لك الجيري سي با الجي سونتر سي با عنابه سي با قسنطينه سي با وهران مي حاجه مليحه فيها 48 ولايه فوالا مي لو فات كو تشوف تدير اون شان وتشوفيها دير تابي وتمارس سي كيتمارس الرياضه ماشي كيتمارس ماهيش تمارس مي الحمد لله في دارها فوزية ميم لو ميناج سبور سي ان سبور رياضة سي ان سبور بصح ماشي كيف كيف سمير افيت لو ميناج لو ميناج كيديروا ديروا مقلق ولو سبور كيديروا ديروا كيما نقولوا انا هابي فرحان بروحك مي كوميم واحد كاين دي ميدسان كاين دي ميدسان كي تروح عنده ماشي يعطي لك اون اكتيفيتي باسكو ولاو كاين على ليترونجي سا كومونسي دوبي لونتون سورتو في كندا راهم بزاف هاربين ولاو في لوردونونس يمثلك يقول لك اون اكتيفيتي فيزيك موديغي افيك ان ريتم اكس و ايغريك روح لو كوتش يمدها لك 3 فوا باغ سومان سي ان غوميد تبرا به يعطيك الصحه ميم بوغ لي جون لي ستريسي نعم بزاف ستريسي لازم يمارسوا الرياضه باش ما يقعدوش يخمو غير في ذاك لو بروبليم اللي عندهم في راسهم الوغ او ليو دو باسكو كاين دي جون بزاف مساكن ديهم لا ديبرسيون اي تو باسكو يخمو دائما في داك البروبليم عندهم بروبليم ما يخمو ما يطلعوا يحبطوا يحبطوا بصح لو كان يمارس الرياضه ينسى هذاك لو كوتي ينسى ينسى فوالا ما عندكش كي تكون في لاسال بيرسونيلمون كي تكون في لاسال تو بونس با ما تقدريش تا با لو تون دو بونسي ا اوت شوز دي فوا عندك دي زيكسيرسيس كي سو سويف دونك لازم ديريهم اي تري رابيدمون دي فوا تكون مو بيرسونيلمون جو فيزي بوكو دو سبينينغ دونك كي تكوني في سبينينغ سي سي امبوسيبل ديجا بالغناب نوضي حطي تا با لو تون دونك سي فريمون ان اكزيتوار اي ان ديفولوار يعني جو دي اي سي بور تو لي زاج مو جافي دي فام اجي كانوا يديروا معايا في عمرهم 60 شتيهم سامحوني هذوك اللي ما يتلقوك شو يغيروك على بالك 60 فوق الفيلو طالعه وانت خلاص تموت وهي التيان وتقول لك الي ما في تحب تقولها باردون مادام كي تكمل تزيد كوريا وي اي لو تخيك سي كو كيما قالت لك حياه ان نو فييس با فريمون يعني تشوفيها على 60 On lui donne même pas 40 ans. Corps, visage, pas de rides, parce qu'elle s'entretient. Après, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Parce que qui te donne des sports, forcément, tu peut-être même tous les tacos sainement, tous les amas healthy. Même ça, on commence à le voir en Algérie. On commence à voir des restaurants healthy. On a des. J'ai vu à Hydra Detox. Un nouveau restaurant, c'est vrai. Il y a des restos qui sont spécialisés dans la nourriture saine, qui est équilibrée, etc. Donc, moi, je trouve que ça va, Arana, on avance, on avance. Moi, doucement, mais sûrement. Moi, maintenant, donc, Arani, bon, je m'entraîne une salle mixte. Mais avant, écoute, je m'entraînais une salle que ça. Il n'y avait que ça. Là-bas, il y avait une femme qui était avec nous, qu'assam billah, il y a 80 ans. Oui. 80 ans, elle était avec nous, le prof, pendant une heure. On fait body sculpt. Et on a dit, elle n'a دي فوا تغيضني عمري صح هي مازال هادير انا لا بروف تقول لي شوفي بهدلتينا حتى نعاود نوض نعاود نكمل والله العظيم 80 سنه ما شاء الله
Et ça, c'est une question d'habitude. Le cas où quand tu fais du sport, tu ne le fais pas. Oui, oui, exactement. Pour la plupart, tu commences à faire du sport. Sinon, qui dit le médecin, tu te réveilles. Bon, surtout à Nafzaïr, nous savons quelque chose. سورتو بوغ لي في كي تلحق الفيونساي تاعها ولا راح تتزوج قريب الكومونس لي سبور ولكن غير الصيف ولا يلحق الصيف كان لي لو بارو كازيا ماشي انت انا لا لا بصح ما كاينش معنا في الحيطه ما كاينش مشروع تاع زواج رياضه ماشي تاعها لا 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 مسامير مفيده دير الرياضه ايوا واش من رياضه دير لا ناتاسيون با وي اربع سنين اربع سنين انا درت في سيتي جودو ايه درت عندي دوزيام دان جيدو اربيتر ناسيونال علي راني سافته مخليتكم برك علي فكرتها ما تحقرش بالعين سامي والله ما قلت انا مفيده انا اربع سنين عندي تصاور معاها شحال كنتي مفيدة تما كنتي 80 ايه 80 وصلت وشو نشوف فريمون شابو من 115 غير تهضر لو بوا تاعها وسون كومبلكس فريمون شابو البنات ما يقولوهاش كاع من 115 كمان الدراري ما يقولوهاش شوفوا اول مرة دخلت عنده دي صرات لي ما ننساهاش كي دخلت عنده طبيب تشوكا هو تشوكا فيه قال لي تمنيت كان يشوفني في ليميسيون قال لي تمنيت تجيني على خاطر تغيظيني بزاف يشوفها في لاتيلي قلت له قول والله قال لي والله تغيظني بزاف فوق ديما قال لي يطلع فوق الميزان قلت له نطلع فوق ما يعواش يتكسر بالها كلها قال لي كي طلعت ما كنتش حاطه روحي انا خفيفه شنو كي نبوجي نبوجي نخدم نتحرك ما حطيتش روحي بلي انا 115 وي بكري يا نو دي فوا سي نيرفو والله يا فيزي فيزي تعرفني كيف ناكل كاين بزاف اللي حاطيني ناكل بزاف والله ما تاكل ما ناكلش دي فوا سي نيرف ما بدير سبور لما سي هكذا سي نيرف فيزي قلت لك سي هرمونال كونت اون ستريس كاين كورتيزول فوالا اوكي الكورتيزول سي اون هرمون كي انيب لا ليبوليز كيما نقولوا حنا لا ديغراداسيون دي ليبيد اكزاكتومون سادير ماناش برك في قاعده سيونتيفيك سمير عندنا ثاني مشكل حنا حنا اللي قطعت كلامك اصحاب لي تورناج عندنا مشكل الرقاد هو الرقاد يلعب دور كبير في حرق الدهون بالطبع حنا عندنا مشكل في هذه انه حنا نخدموا الليل نخدموا للصباح لا نوريتور اللي يجيبوها لنا لا بلوبار دو طون دي ساندويتش طبعا وما تقدرش تشرب باسكو يفو فيغ فيت ما تقدرش ايه ونقعدوا للصباح وبعد ترقد هذيك الرقدات شويه الصباح بعد تنوض لازم تزيد تروح تجري تسمى بس الكور تاعك يتخروض يتخلط كاع يتك تخلط تولي الشحمه مع وش عليه نقعدوا في المواضيع في الموضوع ديالنا نروحوا نشوفوا اراء الجزائريين ونعاودوا نقولوا لكم حياتي كاع رياضة حياتي كاع سبور عندنا الثقافة تاع سبور ماشي غير الفوت عندنا دي جون ديسيبلين كيما ناتاسيون سي ان سبور الهوند كاينين كاين عندنا الثقافة تاع سبور اللي حنا ما نعرفولوش حنا تسمى نتميلوا بزاف مع كرة القدم الحمد لله كاين اون دي سبورتيف انا في الجزائر البنات ما شاء الله زيتي دي شامبيون دالجيري دي شامبيون دافريك كاع شكون في الجودو في الجمباز في الكاراتي البنات ما شاء الله سي دي شامبيون دافريك كاع سي دي جون ريال مازالهم دي زالير بونسي انا صافي بليزير نشوف طفله بالفيلو هكذا علاش في دو سبور تنقص ما في الشحمه ولا حاجه من الناس دي جون زاريري قاعدوا توجور اريري الناس تقف وما قاعدوا توجور اللور هذا ما كان كاين ثقافه نورمالمون في السبور كل واحد ولاصي ساعو كيفاش يحب يدير سبور ولا واش من سبور يتبعو بنات يديروا سبور كاين وكاين دوك كاين طفله اللي دير سبور دير روحها بالك ولا كاين طفله دير سبور زعما باش تعجب الناس ضحك دراري وخليهم يخزروا فيا كل وحده كيفاش كاين وحده تحب دير سبور روحها بليزير دير فيلو نورمال قوشي دير نورمال عفسه نورمال وكاين اللي دير بالفيلو دير بالفيلو قوشي باش تعجب الناس دير لك لي مانير تاع الفيلو تجي جاي تدور لك تروش لك راك شايفه كيف اختي اون بليس اللبسه تاعهم كاين وحده اللي ستر روحها دير سبور باش دير وخلاص ولا كاين وحده دير سبور باش تبين روحها هاي ليك تسمى راني نلبس وندير سبور وكذا باش تعجب الناس هذا ما مالوغوزمون احنا الجزائريين دائما عيانين ونخدموا بزاف نجرو بزاف ما عندناش الوقت باش نديرو سبور كي كنت كنت ندير سبور دوك كنت لعب فوتبول البنات اللي يديروا سبور كاين سبور من سبور كاين بنات اللي يديروا سبور بور لابوز يدي بوزي
هذيك شغل انا راني كونطراها. بصح المراه اللي دير سبور في الدار ما على باليش مليح سبور للصحه ربي سبحانه يحب الصحه. اوكي ما راني هذه مانيش معاها كونطرا. شوفي كي سبها راني كونطرو بصح كي قالها بلاستيك في الكوزينه راني معاها. انا اختي نقولها روحي ديري سبور نقولها روحي ديري فوتين نقولها روحي ديري فوتين في ارجي في سابلات دخلتها دير باسكت مليح مليح سبور مليح. ثقافة السبور مازال ما دخلتناش مليح مازالت ناقصتنا في الجزائر مازال تقاليد عادات مازال عائلات محافظة مازال عندهم عقلية باللي المرأة كدير سبور حاجة انورمال مازال ما والفوهاش دوك يوالفوها مع الوقت ان شاء الله. ندير دو طون طون ندير سبور نشجعهم باش يديروا سبور حاجة مليحة لا سونتي بور لوغ افنيغ. هنايا كاين وكاين باريزون في السبور باريزون في الفوتبال فوتبال تدخلي تلعبي لي سيبورتر برك مش محضرين ما عندناش ثقافة تاع سبور ما نكذبش عليه. وي جو سوي بوغ لي في لي ديرو سبور وسبور مليح على كل حال على كل فرد من افراد المجتمع كيما حنا نديرو سبور كيما هما يديرو سبور شغل ما كاش ديفيرونس بيني وبين طفلة. انا نحب طفلة دير سبور نحب طفل يدير سبور ما نحبهمش يروحوا الكوتي اللي مشي مليح يتكيفوا. فرنسا نديرو سبور نورمال بصح الجزائر ماشي كيف نسا نديرو سبور هنايا ما ماشي مونتاليتي كيف فرنسا وهنا ماشي كيف وي نورمال لي فيو لي غران لي بيتي نورمال ici c'est bizarre. Quand je vais voir quelqu'un faire du vélo, je vais rigoler, je vais être choquée, je vais le regarder. Ouais, je sais pas, la mentalité تاعهم ماشي كيما تاعنا. Voilà. Mais ils pensent pas comme nous, on pense là-bas. C'est bien déjà, elle est courageuse de faire le sport في مجتمع كيما هذا. Mais أنا نقول للبنات هادو ولا الناس هادو اللي يديروا هاد لو سبور كونتينيو وما تشوفوش للناس باسكو حنايا توجور نكاسيو أي حاجة مليحة. Le sport c'est bien pour la santé, pour les filles, pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, pour tout le monde. سي بيان نقول حاجه مليحه للبنات ولا الناس يديروا سبور. كلشي خرطي نركب البوطي ماما تشاو ماما تشاو ماما تشاو 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 البلاد بعيده سمحي لي الواليده والله ما نولي بايدا 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 انا سيد هضر على الشحمه غطيت كرشي. لا لا انا بون انا ما نقدرش لو كان هكا ما نقدرش يفو كو جو روفيان على واحد الحاجه اللي قالها واحد ان جون اللي قال لك انايا باسكو سي فري كو صرات يا يو ان بيتي بروبليم جو بونس رمضان تاع العام اللي فات يا ان او ا بو بري تاع واحد الطفله اللي كانت دير ان فوتينغ ايل سي فات اغريسي وملتم خرجت لو هاشتاغ بلاستيك في الكوزينه. Et là, tout de suite, on a vu un jeune homme, l'école, Anatani, je suis d'accord, mais le mara plastique fait la cuisine. Alors déjà, le mara plastique, oui, tu aimes. Mais je suis la cuisine. Il y a une cuisine, un salon multinational, une cour d'assises, un bloc opératoire plastique, oui, tu aimes. Et c'est sûrement pas toi qui vas décider de ça. Dis de un. De deux, Loukane, le mara plastique de cuisine, je peux vous citer mille et une femmes qui ont changé le monde. Marie Curie, Loukane Hadouga, par exemple, Kadouf le cuisine. Nda la kana. Nda à la base, l'air bête mara. بالك اللي تغسل لك حوايج ديك ولي راك راهي معاك كل يوم مراه تما اللي رباتك وكبراتك وراك دوكا راجل مراه خواتاتك نسا وتقول لي مراه لا لا مراه ماشي هذوك اللي يديروا الفيلو ويديروا لي مانيير تاع الفيلو كيسكو سا فو دير لي مانيير تاع الفيلو واش معناتها مراه تحب دير الرياضه ما كاش رياضه لا لا دير رياضه باش دير للناس انا اللي حابه ندير رياضه باسكو موا جو انفي دو مو سونتير بيان باسكو انا راني حابه كي نشوف روحي في المرايا ولا كي نكون انا كو جو مو سونت بيان كي نطلع للدروج جو سوي با اسوفلي جو ني با دو بروبليم ميديك ونحس انا جو مو سون بيان دون مون كور ميم كي نلبس حاجه جو مو سون با كومبليكسي جو مو سون سور دو موا سي سيرمون با باش نعجبك انت الوغ لا نعجبك انت زعما با نو هاد العقليه منيا ما تبدا من الصغر باسكو شوفي تربيه كيفاش يترباو
دراري كيفاش يترباو باغ اكزومبل ولا تربى يما هو باباه يديروا سبور مام هو يكبر على هذيك الطبيعه مام دوك يشوف هكذا في الزنقه انا دوك نشوف دي فيو دي فيو يديروا الفيلو عباك يعجبني الحال نقول يعني شو حاجه مليحه مالغري شيخ وعجوزه بصح راك بين الفيلو لا انا بو موا سي بون يعني الثقافه ماشي في الرياضه الثقافه عند الانسان صدق الانسان ولا كان مثقف il prend pas les choses anormales انا pour moi un sport un sport عجوزة شيخ صغير لاخر انا با انا سي سا سو كو جو فو دير اكسكوزمو انكور اون فوا فيزيه يعني الرياضه ماشي للرجال ولا يعني راجل يزم يدير رياضه مرا دير رياضه عيب كما قبل ما يندم قالتها انا اوتونك كوتش يعني سمحي لي نحيت لك الكلمه ما نشوفش يعني هاد الكلام هادو تاع لي جان هادو والله ما نشوفوش من البعد اللي راكي تشوفي فيه انتيا باسكو الجيري وتخمام سي با هاد لي جان هادو ما هاد لي جان راهم يهضروا باسكو كاين بعد اجتماعي لازم تشوفي الطفيل هذا وين راه مربي كيفاش كل انفلونساه وكيعلاش راه يهضر هكذا بتات خو ان جور يعاود يشوف لا فيديو هذا يقول لك انا كنت نهضر هكذا دوكا لازم نشوفوا هو هاد هاد الجان هذا واش يعني وين راه عايش ولا نشوفوا البعد الاجتماعي راه عايش به. سو ني با اون مينوريتي مالوغوزمون سي اون ماجوريتي باسكو نهار اللي صارت لانسيدون لو هاشتاغ تاع بلاستيك في الكوزينه اي بخي اون بلاس انورم سور لي ريزو سوسيو. سي سا لو بروبليم لو هاشتاغ هذاك نورمالمون الناس ما تبعوش وشكون اللي تبعوه؟ تبعوه داروه في لي ريزو سوسيو سي ان اسباس غراتوي دونك نيبورت لو كي لو مسيو اللي راهو مقنوط من عمره il réagit في هذاك لو هاشتاغ اسكو لو هاشتاغ هذاك دارتو اون سوسيتي ولا دي جون اللي طلعوا يعني اسكو داروه كيما نقولوا حنا تو سامبلو اصلا اسمو عالم افتراضي يعطيك الصحه اسكو داروه هنا الصنعه منيا هنا انا جو ريسويتي هنايا نكونوا زعما في بوشاوي ونهضروا افيك لي فيي اللي يجوا على 6 تاع الصباح يديروا لو فوتينغ ابخي يروحوا يونطريني ولا لو فيو هذاك اللي قالت عليه فوزيه شتو يجري في الفيلو انتما تسمعوا لالجيري سي با جوست دي دوش مراد سي با كل واحد عنده لاتموسفير ديالو انا كون نقول لك كون نزيدو نسقسو حياه انا نقول لك بلي عمره الانسان يشوف فيهم بزاف يديروا سبور اكثر من الرجال انا باسكو راني اون فاس ليهم في بوشاوي في الصابلات في سان جويي في لو كومبلكس في لي سال يا بوكو دو فام لي كور كوليكتيف في لي بي ام جو سي كي تطلعوا في الفيلو كاين 15 طفله وزوج رجال احنا قال ما صغيره ومدايرين فيها بيسين وي ومدايرين فيها ليصا للي فام وحدهم ميم لو كوتش سمرا شتا ندخلوا لداخل ما كانش الراجل ميم لي صال غير نسا لي صال بزاف بالماتريال ماشي صاله ولا زوج ولا ثلاثه كيما قلت انا نشوف فيها باللي نو والله لا فيتاس يعني ورجال يجيبوا نساهم انا جو سون سا اي باسكو او فيت كاين دو ماركتينغ ديغيير شوف كي كان وين كاين ماركتينغ وين كاين دراهم كاين لي سوسيتي انترناسيونال هادوما ما خلاص والبزنس في الحوايج البزنس عنسى كما يقولوا حنايا ماشي مع الرجال حنا اللي ندير في بالك سمير كو انا شفت ناس في بوشاوي بالجلباب يديروا سبور سي فري دي فام فوالي يديروا سبور يعني ما انا ما فاهمش مش يعني مشكل ولا وحده بالحجاب ولا بالجلباب دير سبور نو سي سا سي سي كيستيون دو كيما قلتو تاع قافا تاع قافا باسكو كيما قال لك انا كون جي فيو لي كومونتير كيما شوكي سي كيقول لك دير باش نشوفوها دير زعما لي مانيير تاع هذه نو راهي دير سبور روحها يعني لا غالب كيما قلت او ديبي مالوروزمون نو نافون با اسي دانفراستركتور نو نافون pas assez d'endroits, assez de parcs, même les parcs sécurisés. On a beaucoup de parcs en Algérie, Alger Centre, etc. On en a et qui sont magnifiques. بصح تخاف تروح تجري تلقى واحد يجري يسيك اكسيتيرا لا لا دام اللي سي فات اغريسي سيتي في صابلات ان مو سونس سيتي في صابلات مي انا دون لابسولو يعني ما نمدلهاش الحق ليها وما نمدش لهذاك المواطن باسكو صابلات سي ان اوندروا تري بوبليك تري بوبليك احنا ديجا نروحوا يعني اون غوسوا ديكو هكذا اون غوسوا ديكو هضرات واحد يهضر معاك واحد يعيط عليك الا فالو ما ديرش هي دارت لا فيديو هي اللي بروفوكات شويه المشكل دارت لا فيديو مستوره مسكينه جمع معاها صافي نو يا با دو بروبليم مستوره انا بوغ موا كانت مستوره مي نورمالمون هي ما ديرش لا فيديو والحاجه اللي دارت البس هي لا فيديو اللي دارتها هي
قالت بلي رحت ابخي رحت للبوست بوليس البوست بوليس ما انترفيناوش ولا جون سي با داروا مانيفيستاسيون باش كوا طول مون سي ريغروبي دي فام عاودوا راحوا للصابلات وداروا سي لوجيك سي لوجيك ميم اون فرونس تصرا هذه تمام بس على لا جو سي با داكور معاك كي قلت انا بي با فير لا فيديو نو ديرها علاش ما ديرهاش باسكو كيفو دينونسي سو جو باش نقول لك انا جو سي با كونتر انا ميزا دي رونت لا بلوبار سي دي فام لا لا ما فهمتنيش لا لا كي قلت لي لا لا فيديو مو جو سوي بور يفو دينونسي سو جور دو كومبورتمون انا جو في ان ابل او فام بالك انكور اون فوا يقولوا مونيا لي فيمينيست وي جو لاسوم déjà. Il faut dénoncer ce genre de comportement, que ce soit des agressions verbales. Alors là, les agressions physiques, nous allons dire footing, nous allons dire footing, nous allons dire darb. Et dans tout ça, quand le commissariat dit qu'il n'y a pas de sport, et après, quand nous allons dire que les gens, nous allons dire voilà, on m'a agressé, nous allons dire qu'il n'y a pas de sport parce que c'est cousine. Donc à un moment donné, tout le monde est en train de dire que la femme n'a pas sa place dans cette société. Il n'y a pas de dire, il n'y a pas de dire. Elle se laisse aller, il قال سي لي سيالي شتو على بها راجلها يخدعها وكان غير يجيب لها ربع نسا ولو كان الجلس فالي ودير سبور انا 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 كلمتوا ما شيري كلمتوا مفيده كي نديروا سبور واش لازم؟ لازم التغذيه ايوي باسكو باش دير سبور وتعدي تضرب 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 ماشي نورمال اخي ياك سمير طبعا مما حياة تقدر تشاركينا مع سمير باش دير سبور لازمك كان ريجيم بالطبع ولا ماكلة معينة ماشي ان ريجيم انا ما نحبش نقول ريجيم صديق كي نقولوا ريجيم الناس تفهمها ديريكتومون بلي ما تاكلش بزاف ابخي تو ديبون لا بيرسون واش هو واش يحب وين حابه توصل حابه تشيان حابه تسمان حابه دي لاماس ميسكولار حابه سا ديبون لوندوا تو ديبون اكزاكتومون سا ديبون لوبجيكتيف اي ان اكيليبر ان اكيليبر كي مارش افيك ليطا دو لا بيرسون باسكو السبور الرياضه عندها دي بوزوا ما تروحيش تونطريني ابخي تو مونج با دو بروتيين ما تاخديش لا فيونت ما تاخديش لي زو وما تاخدي وتقولي بلي راه انا درت سبور فوالا ومخدومين في الدار ماشي محمرين اوكي جبدوا لي دقاقي وجبدوا بلا لومينيوم يعجبك ولا صوص تخرج ولا غير ديما دي فون طيبهم هاو دار شي كالو كليك سمير سمير صديقي يا شوف غير تخرج بيناتنا صديقتي هربت لي نهار وهربت نهار ما زادتش واش لازم ندير مفيدة اني جيتك سمير اه بالي المره هذه نجيك ماشي بس لا خافك انت سخفوني بلا غو بلونش و مرحبا ولا مرحبا حبيت نقول لك حبيت جبت لك على التغذيه باش نبعد لك الكوزينه الله الله واش ندير لك البيض على هذيك اللي قلت لك نخلي لك مفيده هذه اللي الدجاج الدجاج الحمر غادي في الكوزينه تاعكم واش فيها دوك نكتشفوا الكوزينه واش فيها لكن بعد الفاصل دونك شوفوا اليوم ديجا كان هو يقول قالوا سحارة وما طيبش انا ماما يقول ما يطيبش دونك راني هنا وشنو باش نسحر لكم كيما اليوم على بالكم باللي السوجي تاع اليوم اخي رياضي دونك جبت لكم غير صوالح اللي مشوش مع الرياضه ايوا دونك جبت لكم شويه معجون شويه هنا لا فارين بلونش اللي ما لازم تضربها كاع هنا لا مايزينا جو كخوا وهنا سي سكر غلاس الملح والمارغارين راح ندير لكم راح ندير لكم هنا اون بيتزا بيتزا هيلثي لا اوكي راك حدير لي بتي فوغ لي بتي فوغ ما كاش لي بتي فوغ يديروا بالشوكولا فوزي راح نديرهم بالمعجون حندير لكم بيتزا بالمعجون لا جو كومونسي دونك نبداو بلا فارين لا صح باش نبدا نبداو بالزبده زبده والسكر ونضربهم باتير اه وي سي فري نديروا نص باطه فوالا نبداو بنص باطه تاع مارغارين هاني عاونتك اشف عليها صديقي صح با تعاوني فيها لا با دو بروبليم الكيلوات حياك اتفضلي عاوني ما نعيطلاش نعيط لها دجاجه 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 اهلا دجاجه على جارك غير دجاج قال لك حياك سهله نعرفك غير دجاج دونك واش نزيدو مازال ما درت حاجه ما عرفتش دونك فوالا درت شويه زبده برك شويه ما كاش نديرو غير شويه هالتي لا نص باطه هذا ماشي هالتي هذا نص باطه نص باطه ماشي نص مغرف سمير الي قال لك هالتي ايكونوميكا ديرو زبده هالتي هاي ثم سمير خاطر دونك دونك هنا طريقه التحضير نبداو بالزبده ايه اوكي الزبده ما نحطوها لداخل ما نحطوهاش دوب لا لا الزبده مع السكر كلاص ونضربوا بالباتور بالباتور الله الله عندك الباتور اي سكر كلاصي ايوه هو هذا هو مور في الكوزينه تسمى دايق دارك ايه يعني نشوف اه وي ايوه نبداو
شدي له حياه شوف هذه هي هذه المراه اي خاف تخاف علاني يا بسلغوز شدي مليح هيا تخاف تخمج دونك راكم اليوم كاع انفيتي ها اي خلاص وشنو راح تخلص عليكم كاع 200 دو كوب صح باش تحرقوا شويه طابي لهنايا جيبوا لنا طابي دونك فوالا سمير قلنا مادام راك تخدم تقدر تهضر في امك وشنو كمل هي كمل كمل وشنو هي الاكله الصحيه لا 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 الجسم الانسان وشنو هي الماكله الصحيه لي غوبا واش لازم ناكلو والله فوزيه بوغ مونجي هالتي دقيقه تسقم لي برك المراه الميكسير ديالي شكرا خدمتها في الكوزينه هذا واش تعرف وتجي تاكلو من بعد هاي فلاستا شي الكوزينه دونك والله فوزيه يعني بوغ الهيلتي افون دو كومونسي نهضرو هيلتي نهضرو لازم وقتاش ناكلو شحال ناكلو واش ناكلو اكزاكتومون دونك ديكا وقتاش ناكلو الفو با هذيك ماكله تاع 3 فوا باغ جور ما نحيوها باش ما ناكلوش بزاف علاش ما ناكلوش بزاف باش ما نطلعوش الانسولين في الكور ديالنا وحنا نعرفوا الانسولين هو اللي يسمن يطلع يخبي لنا السكر هذاك يخزنوه في فورم دو غرا دونك ناكلو 5 خضرات في النهار افيك لي كولاسيون تاعنا كيما الصباح لازم لنا البيض عسيله نقلو زوج حبات بيض نزيدو لهم شي عسل حره ماشي العسل تاع السكر جو با كومبلي الخبز لو كومبلي كاين اللي حاب يبدلو لي فلوكون دافوان يبدلوهم بال لو بان كومبلي يبدلوه بلي فلوكون دافوان ايا وقت ناتور ابخي كاين اللي حاب ياخذ قهوه حليب كاين اللي حاب يخدع القهوه وحدها مي انا جو دي كونسي القهوه حليب وعن بالي بلي فوزيه انت ما تراضيش القهوه حليب انا خطيني لا قهوه لا حليب تخص بيا انا رشيتي يا انا مليحه لا قهوه لا حليب فوالا سي هذا سي براتيكمون سي ان تي ديجني كومبلي ابخي نروحوا لا كولاسيون جوايه 11 هكذاك هذا وخدا سا ديبون لا بيرسون واش دير تاخذ دي زامونت افيك ان فرماج بلون باش تكوبي شويه سينو ان فخوي صح اي حق الصباح صباح تزيدوا ان جو هذه لازم تسمعوها مليح لازم ان جو لو جو هذا سي يخلطوا البومبلوموس كيما دركا عندنا لي زاغروم البومبلوموس مع المندارينا داكور سي ان جو لي شين سون سكر لا سي سون سكر لي جو اوكي دونك سي ان جو لي شين باسكو علاش ينحي لك لا فيزيكول تاعنا حنا عندنا لو فوا ديالنا اخي هو اللي يصفي لنا دونك لا فيزيكول هذيك الحويصيله هذيك اللي فيها لو غرا هذيك ماش حنايا نحيو لها لي لو غرا اللي راهو فيها ونصفيوها لو فوا يصفي مليح كي نحيو لي توكسين تاع الشحمه حياة تقول أول مرة تشوفها دونك لازم ناخذ دو بومبلوموس حياة هو وين كنت ديروا لي زانغريديون زيدي لي زانغ زيدي لي حبابيض حبابيض وشوي فاني ونيفير السيترون فينالمون سيلون دي ريسامون ريسامون جي يو لانفورماسيون سا في با لونتون جديدة عندها زوج شهر افيك دي زوج يومين دو جور افيك دي زيتود السيترون يزيد في لابيتي تسمى يسمن صح تسمى لو سيترون فينالمون جامي يشمن هو ما يشينش جامي قلنا بلي يشين الناس يقولوا مي دوكا ولا يزيد في لابيتي مي نو انا جو برون دو سيترون ويف دو لاخر جينجومبر ما كيش يشيني او يشينك جينجومبر نحي سيترون داكور وي نو نو لي سيترون باسكو هو يبدل لك لو بي اش تاع لو سوك غاستريك حنا عندنا لي ستوما ديالنا لي اسيد وي وكي نضربوا سيترون نبدلوا لها لاسيديتي تاعها دونك يا اون رياكسيون انفيرس وين تولي ماشي اسيد اوتوماتيكمون لي ستوما با ترافاي لو بلو نورمالمون دو موند سي اون توش لي ستوما اون توش لو بوا تاعنا داكور دونك لو سيترون مونيا سي ايفيتي داكور سينو راح يحكمك لولسيغ برك بوغ ريان فوالا اوكي فوالا سي كونسي لي جو دو فروي على على 12 ولا على الوحده فافوريزي لي بروتيين لي فيونت دونك زيدي لي شويه نزيدو دوكا لا فارين بلون حطيتي لا فاني ولا لوفير درت لا فاني برك لا فاني مرتي دي ديري با كاع طيب بصح طيب في الدار انا نقول لكم جو كونفيرم طيب ولا طيب في الدار باين على التدفيقه تاعها واش بيتزا انا يا برك بدلتنا على حبيبي يخطب دوك يطلع على جال مرتي يجي يخطب الوغ عطناش الفو فافوريزي لي بروتيين البروتينات عندنا في اللحوم
surtout le poisson, la viande blanche ou la rouge, de préférence le bugri ماشي الغنمي. Oui. Ou نزيدو لهم toujours l'assiette, نزيدو لها 3 2 à 3 légumes de préférence. D'accord. علاش باش les viandes ils sont acides, باش les légumes ils sont basiques, باش le plat ديالنا يكون شويه neutre. على بالي peut-être ماكمش تفهموا مي لازم تزيدو دائما les légumes. تزيدوا لهم انت يا سبيسياليست في الريجيم عقبت انا دونك ما نزيدوش الزيت هنايا لا لا درت الزبده لا اوكي درت الزبده هذوك هما هكذاك دوك انت ولا فارين دوك لمها بشويه ابري نزيدو ان فروي اي لا شوز اللي يديروها في الجزائر قاعيتك ياخذوا ان فروي ياخذوا ان جو دو فروي ويزيدوا ان فروي نو دونك اون شوازي انتر ناخذوا اون بواسون ونزيدو ناخذوا ان فروي Hey. On choisit, n'achetons un fruit. Voilà, un voilà. Ah, non, choisissez entre un jus de fruit ou un fruit. Ah, mais imaginez, Samir, Anna, par exemple, je le fais. Ou Sharaïk, par exemple, il a fait la chame et la chauche. Là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien parce que vous avez fait la chouette, vous avez fait. Là, ou les meilleurs notes, je vais manger léger. Mais le matin, tu as fait bzaf. Anna, l'axe. Maigrir, c'est manger. C'est-à-dire il ne faut pas que le corps ديالك يكون stressé. انا فيزي عندنا بزاف من حين العشاء وحتى ونفطروا نورمال وحتى الغداء باش نتغداو عادي. نسقسيك سؤال بكل صراحه. اسكو كي نحيتي العشاء شي انت؟ لا. انا شينت. انا لا. انا كي نحي العشاء نشيان. انا لا. بوسيبل مي جو كخوا با ما تشيانش. انا كي نقص سمير. بوغ لي جيني في العشاء نيفيتيو شويه لي زيدغات دو كربون، الغلوسيدات كاع نحيوهم، سيتادجيغ لي بات، المقارون، هادو، لو غي هادو ما نكونش الفلاح. حياة تعطينا رايك انت. انا عايشين بيه. نشوف فيك فيك. كوتش راهو باسكو تو سكي دي فغي، جو في روزير ماكوش شويه. قولي لنا. قولي لنا واش تعطي. باغ اكزومبل الحياة تعطيكم دوكا هي كاس كيل مونج في لا جورني. فوالا. بصح هو ماشي هو واش قال لكم دوكا سي بور بيغدغ. Des kilos. Anaya, c'est le contraire. Anaya, je veux gagner des kilos. Donc, je suis en pleine prise de masse. Elle veut gagner des muscles. Des muscles, voilà. Ah, d'accord. Yes. Bien sûr. Et comme je m'entraîne tous les jours, donc il me faut les 5 repas là où il y a les rangs par jour pour avoir une bonne récupération. Parce que c'est des séances de 2 heures quand même que je fais. Je me dépense vraiment. Donc, les emrin, c'est protéines, protéines, protéines. Donc, c'est tout le temps escalope de poulet, j'en ai marre. Escalope de poulet, surtout la viande blanche, c'est très très important. Ouais. La viande rouge, manakou, j'essaye parce rose, que rose, les pâtes. La viande bien. Rouge, je crois que c'est cancérigène, c'est pas très très bon. Donc j'essaye de prendre une fois, deux fois par semaine. Sinon, le bed, les produits laitiers. Là, 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 نقدر ناكلو بالصفر خاطر انا راني prise de masse. انا لا هذه تاع ناكلو البيض برك ما ناكلوش الصفر نو يا اوكان سوسي ها سي اون ان بروبليم دو كوليسترول اون مونج با لو جون سي اون نورمال ناكلو عادي اون فوا با ديباسي باغ جورني ابار لي زاتليت اللي ياكلوا 10 حبات بيض 15 في النهار اي كيما كان ولدي اي اون بو روبلاسي باغ اكزومبل ولاد الدجاج بحاجه واحده اخرى سا ديبونس اون فيت الولاد الدجاج حنا كي ناكلوهم سي لا كاليتي تاع لا بروتين تاعهم مليحه Donc, ils ont des protéines à absorption rapide. C'est-à-dire, qui t'a coulé, t'a coulé la protéine, qui est dans le jet, mais c'est la même qui est dans le ham. Et même les légumes, ils ont les protéines. Oui. OK? Végétal. Donc, il y a les protéines, mais il faut que nous devons faire un peu de temps. Les légumes, Anna, j'essaie de varier. Comme c'est toujours la face kiff les oulis, donc j'essaie de varier pour donner un autre goût. Des fois, voilà. Les légumes à la vapeur, je fais une jardinière, je fais de l'huile d'olive et tout. Des fois, je fais un gratin. Des fois, les soupes, Damon. Les salades. Les soupes, bien sûr, je fais le khobz, tout ce qui est. Oui. Voilà. Il faut éliminer. Ou quand il y a les légumes rois. Roi, c'est-à-dire les lèvres de la couleur bzef, les ont des effets extra pour la perte de poids, c'est les radis lift ou l'artichaut ou le cardon. Ils ont des couleurs tout le temps couleurs. Elle est lift, mais le cardon est beau. Oui, les oignons, c'est vrai, beaucoup. Même les oignons. Même les brocolis. Les brocolis sont extra. Bon, les brocolis qu'elle est une froide, qui m'a chauffé. Le crumb, le chou. Oui, le chou gamelah. Chou gamelah. وشنو انا مع الكابويا هادو سي لي ميور لي ليغوم هادو ما لي غادي سي مع الكابويا ديما اي دونك بوغ لي فام سورتو ننصحهم اللي يحبوا يشيانو يبداو ديجا يديروا اسكو لا فيتامين دي تاعهم مليحه باسكو سي لا فيتامين دي ولا فيتامين دي سي با سورسي ماشي لازم ناخذ اون كور ولا دي ميديكامون
في الصيف سي اليز باسكو كاين الشميسه مي في الشتاء لازم يديروا يشوفوا باسكو بيتيت راكم تدوا دي كور تاع ان موا بيتيت تاع 15 جوغ لا فيتامين دي لازم اون فيت اون بعد كاين بزاف لي سوبليمون ما نقدروش ندوهم كاين بزاف مي لي ليغوم لازم ياخذوهم ديري دونك لي ليغوم لازم ياخذوهم شفت اي دارت القلب اي دونك هادوك لي ليغوم سون تري امبورطون لي فروي pratiquement on mange des fruits 2 à 3 fruits par jour le soir favoriser les fruits les plus فيهم les fibres avec un index glycémique حابط c'est-à-dire ما ناكلوش العشيه البخسيس c'est-à-dire تاكل بخسيس كوم سيكلي السكر اه لي بانانوس لي بانان le soir non le banane de préférence le matin c'est lourd العشيه عندك رمان سي اكسترا كما نقولوا حنا فاكهه الجنه واش عليه سمير خلينا هاد لي زانفورماسيون بعد كي تقعدوا دوكا كملوا لنا هذاك الكاطو انا كملت اخكم خلات دونك نديروا لك نبداو بصح فوز علي مونجي وي هيا صحه هنيتوني اول مره ما نجيش للكوزينه ما جيتيش كاع ما جيتش اليوم تحضر شويه بركه عندك درت 8 حبات 8 دار كامل دار 6 حبات صغيورين واش عليه واش عليه ليسونسييل الموديل ولوغو اروح حط فضلو دوكا اعزائي المشاهدين نروحوا الموضوع الثاني بعد الفاصل مبين لاطاي كولو وي يعني كليش كولو شربوا لكم كل واحد 50 كون كون راكم ضياف عندنا ما يقدرش راكم في دارنا كون تقرا هذيك تاتوكرت اه والله شوف من السمانه اللي فاتت ما راحتش هذه حناوها لي فتوكرت انا نشوف ما شاء الله السمانه مازالت شويه راحت مازال وهذيك الدقله ثاني تاعهم راح تكملي بها الشهر وي تكمل توصل لشهر فوالا الكوتش تاع جيسكو بودي زون بالعربيه هذيك مفيده ماشي جبتيها لي ليا شكون اللي حطها سعيده وخدها سعيده اللي خدها سعيده سعيده الحلفه في ظهرك ومن بعد انا الغريبيه تاعي خبيتها الخطره انا شفتها خلاص دوك نروح والله ما دقتش واش عليا كل سمير كل قولي حياه قولي شابه قولي مالا الموضوع تاني على ماش حنحضروا يا مفيده على واش مونيا على بالي يعجبها الحال المواقف اللي تصرى لك في المناسبات مونيا يصراو لها بزاف ناكد لك هادي نقعد نسمع اليوم نقعد لك نتمتع لا احتاجيني قولي لي مونيا واش صراو لك المناسبات ايه ساسوا موت ولا في عرس ولا ايفينمون ولا انا ما ميغ داير نحييها بالمناسبه خطرة رحنا لدفينة وما ميغ يعني ما تعرفش تهضر مليح عربيه الميتريز فريمون با وكي رحت ليهم قالت لي شو اسمه
قلت لهم بارك الله فيكم تما تقول فريمون قيس قيس ان لله وان اليه راجع ايفيت باسكو حتخلي كيما كان الحال. قالت لهم ديبي قالتها مليح وفي لافا قالت لهم ولا عقوبه اللي مازال جو ماما قالت لهم هكذا عباك المرأة مسكينة من الشوك قاعدة تخزر فيها. قلت لها اون سيكسكيوز قلت لك قلتيها بفرونسي وخلاص كان غير ما بهدلتيناش لا هذه ماشي غير معايا باك ماما نصحات لي ما نكتبش عليها ولي فوغيغ بون لي فوغيغ ثاني لي فوغيغ هذو في الصرا وفي الجنازات ما فهمناش علاه ابون لي فوغيغ لي فوغيغ صاروا لك دائما لا وي فو با لا وي فو با جي جي انا صرات لي في جنازة حتى انا يعني يا ربي يرحم اللي ماتوا كامل الله يرحمهم صح يصراو حوايج بيزار احنا عندنا رحت لواحد الجنازة ما نقول شوين هي ماشي في قال مات تسمى عليها جاتني بيزار في بلاصة هيك ما تخيلتش تكون جنازة كيما هكذاك عندهم سبيسيال هادوك اللي يبكيو ايه بسلامة الدار كيما حنا الندابات وناش قاعدين مع مرت الميت مرت الميت تبكي وهما اللي وراها يديروا هي كيما يقولوا اللحن المميز يا يما يما هما وراها هي 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 نفس اللقطة يا وخلاني قفة بلا درعينة وهم هي 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 نفس الريتم نفس اللحن أنا رواحي انتي وحكميني هيك نضحك نضحك بالدموع الناس كنت خزر معي اشتي نضحك بالدموع وبعد كملوا لو يأكلوا عادي نورمال كلمات كلب فضت قلت لما أنا نموت معك يبكي ويجيبوا الأوركستر جابوا أوركستر خالصين بدراهم قال لك هنا في عادتنا يجيبوا هادو سبيسال يبكيوا كاين تاني وين يغنيو مي سي با لا ميم شوز يعني فريمون يغنيو باش يقول لك بلي يعني رانا فرحانين يروح يقابل ربي ويكون سي اوت شوز يعني فرحانين يضحكوا ما يبكيوش مي يعني عاده واحده اخرى يعني العاده هذه اللي سمي بيزار سمير وصلت لك والو انا والله غير اسراولي مانيش فاهم ليه بصح لينا نشوف عليها وما عندهاش بزاف رحت لونترينمون ايكوم انا عندي جروب في سان جويي في لو كومبلكس سبورتيف دخلت كنت لابس لحقت روطار بدلت في طوموبيل ديريكت لبست باسكو لحقوا هما بدلت لبست طلعت وبديت نونطريني بديت نبدينا نونطريني نشوفهم كاع يشوفوا فيا يشوفوا فيا بيزارمون ماغي انا لو كوتش دابيتود يشوفوا فيا ماشي يتبعوني بصح انتما كانوا يتشاروا قلت واش كاين واش كاين واش كاين ابخي لا سيونس كي دخلت للدار لقيت تريكو مقلوب هذيك اسمها وتريكو فاش مقلوب مقلوب سيتاجيغ مقلوب في تيسو هذا ريكتو فيرسو ومقلوب لو دو افيك لو فونتر هذاك تشيكي ديجا مقلوب وزاد داير لي لهنا هما كانوا يضحكوا عليا كنت وانت ما شفتش ماشي انا كنت نونطريني عادي انا نورمال حب العمل دونك هما حتى دخلت للدار قلت لهم ما قلتوليش قال لك ما حبيناش كاين حوايج بزاف اللي صراو باغ اكزومبل في عرس ولا لا ديرنيغ مينوت تشوفي باللي العريس دخل باش يطلع يدير لاباك لمرتو يقعد يحوس عليك على بالك قدام الغاشي كامل تولي يضرب مسكين وراهي لاباك وراهي لا كاين حوايج بزاف يصرا ولا باغ اكزومبل في العرس في الليل في الليل راح الضو سوبيتمون راح الضو ما كاش كيفاش وعلى بالك دي فوا ما كاش لو جروب ولا دي فوا داك الجروب باش يجي الضو يحبلو باش يديماريتو ولا كاين ولا كاين صرات هذه حضرت لها الناس كانوا كنا في عرس وكانت مانها كانت مريضه بزاف ايتو ايبا وماتت كوم باغازار في عرس كانت في الشومبره قاعده ما قعدتش مع الناس باسكو هي تي مالاد ايبا ماتت ايبا كسلوها غطاوها وكملوا العرس ومن بعد مور العرس باش انونسوا باللي العجوزه ماتت بزاف يعني في الكورتيج يموتوا العريس مزروب رايح يجيب العروسه يدير اكسيدون ولا لاكسيدون تاع العريس والعروسه ويموتوا ولا يموت واحد فيهم يعني سي ان تروك دايجور فو دير في لي كورتيج فريمون فوا لي ديسمون باسكو كي نشوفوا لي كورتيج تاع دوكا واش يصرا لي فرحات ويبداو سي دونجرو يعني هذا فرح ما دابينا يقعد فرح حياتك اش مصرالك نو ابار فوغيغ صرات لي ديجا في التفينه باغ سا ولا غير ما عرفت كاع وين نحط روحي مي ومن بعد يقول لك باللي زعما يقولوا زعما كي تبكي بزاف في الموت سادير البنادم هذا كان محبوب وسافي دير اسمع حاجه مليحه كي تبكي نقولوا له كون كي تضحك كي تضحك لي يضحك لي يضحك لي يضحك يقول لك هذاك الانسان انسان مليح ملائكته خفات فوالا فوالا اكزاكتومون دونك كي كان قاعد نضحك ومن بعد قال لك نو زعما سي مزوم يا الاز نو سي بيان اي تو قال لك سما البنادم كان محبوب اي تو اي تو مي سينو ما تعرفش وين تحط روحك انا صرات لي البارح كي جيت والله شوفي جامي صارت لي في حياتي البارح كي جيت لابسه سروال جديد
جديد، نقول لك جديد، نحيت لو تيكي لبسته، طلعت في الطيارة أنا قعدت ونحس في البرود. صوص ميرك هدر تكلو حتي يدي القصر والد قطع. لا أقسم بالله تقطع، شايفي السروال السروال مقطع ورزق. أنا نلبس لهنا طويل لبسه هنا، هذه واحدة. والصدفة صدفة كي وصلت أنا للجزائر، كي كنت في عنابة كي اللي كان يفوت في الباجاج ويفوت فيا قاعد يصور معايا، كي صور معايا ما بعدش فاليستي قعدت عنده. كي وصلت للجزائر هاني واقفة نتونس بواحد الحاجة، واحد طفيل يدير معنا تياتر لقيته في المطار يتونس معايا فضيل. انا نحكي ونحكي والباجاج كل جا، قال لي مفيده باجاجك، قلت له مازال دوك تجي. قفلوا، قلت له اه قفل عليها ولا نخبى في السروال اللي مقطع، انا نستنى باش نروح نبدل السروال، فهمتي الفاليزه قعدت في عنابه. نو اقسم بالله رحنا، قال لي نقول لك كيما ديمار الطياره عيطوا بعد على فاليزه، قالوا كاينه فاليزه قعدت في، قلت له فاليزه واحده ولا الناس، قال لي تاعك برك. قلت له دي صدفه سروال مقطع فاليزه قعدت كاش واحد دعا عليك الصباح قبل ما تخرج، كملوا حضرتكم راح نشوف هذاك الكاطو. وصلت سينون توحدوا وصلت مع بعضها، وصلت مع بعضها نوصل. انا نزلت في المطار هما عيطوا لي، درت واحد التورناج بقات فيها ان سيكونس، عيطوا لي وانا راكور ما نكونش بالحنه. قلت لهم مفيده لا سيكونس لي باش دير، قلت لهم حنيت واش الهبه اخ الهبه. روح شوف كاطو، روح شوف كاطوك. طاب يشهي قولي والله اما روح شوف اجري يا سمير، شوف روح شوف شوف كاطوك سمير هاو الكاطو ديالك دوك يلصقوا بالمعجون. اه بالمعجون بنين يشهي 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 من تحت ما كاش مشكل نقدروا لا نديروا له المعجون. ازين شوف شويه ديجا شوف الريحه مليحه كرط الدجاج تاع الطيب اللي خرجت من السوق ثاني. لا حبيت انا ندير المعجون ندير المعجون خاصنا يدير المعجون. هي ما ديري والو انا ما ندير والو جيت نشوف الفوق هنا. هاي خلاص ندير لكم المعجون. شوف عندنا الفور يا يحرق لازم توقف له تما، يا ما يطيبش كاينه حاجه عندنا لازم يدير ديقه. لا لا لو كان تشوفي شحال داروا داروا صغير هذاك يطيب في خمس دقائق. قلت لكم دارهم صغيورين هكا سوا يحرق وسوا يحرق. هي ما عرفتش تريقلي. ايه كنا ماني ماشي نقلو انا تدرتهم صغار بزاف. لا لا ما تلوموش الفخ تاعنا، الفخ تاعنا جديده. هذا جديد. لا سيت سافو تاع لوي هو. هذا جديد. هذا جديد. صايا. دونك هذا سي لو روبا تاع الصباح. خلو سمير خلو سمير مع الوسمو ديالو. قولي لي حياتي، يعني كاين حاجه صارت لك ديجا باغ اكزومبل دون ان ديفيلي ولا انت رحتي للعال صارت لك حاجه ولا؟ الوغ اون فوا كنت نمشي برا بي التريكو تاعي تلصق مع حديده وانا ما رديتش بالي، مع لي تريكو خفيف شويه تقطع وانا ما رديتش بالي واني نمشي برا نتقلش. ايوا طالقه شعورك خاصك. لا انا كنت نشوف الناس تشوف فيا سيتي بيزار، انا قلت بالك ما على باليش شباب يعني شباب بزاف يشوفوا فيا هكا. ديكو قاعده حتى ما دخلت لا بونك رحت نعمر في سمو تاعي، جات لي موال قالت لي مادموازيل سي بوبلي، قالت لي ظهرك كاع راهو يبان، قالت لي هاكي مقطعه على بها الناس كانت تشوف فيا من الصباح مو قبيله تبهدلت. هذيك هي الواعره على بالك ميم ايه ما ترديش بالك، انت ما على بالكش بلي فيك هذاك الديفو راكي طالقه روحك حتى بدا يجي يقولوا لك. منيا تاني صاف لها حاجه هنا في ليكوليس قبلت لي بتي فوخ وي مش عليه جيب لنا هذوك لي بتي فوخ بتبيسي ولا كاين شنو يجيبوا تحكيها لنا منيا ناكلوا دوك هذوك لي بتي فوغ، نروحوا نشوفوا اراء الجزائريين في هذا الموضوع ونعاودوا نقولوا لكم. كاين الحكايه تاع كاين جد صاحبي الشيخ توفى جد صاحبي، ومن بعد سمعنا زقا سمعنا زقا والضحك، قالوا كيفا قالوا رايح روحيا كاع هربوا. بون كاين عرس نوي يدير زعما في ريستورون كلاس كيمايا زعما يعرض غير فاميليا صغيره، هيا كي قال لها نعرضوا غير فاميليتنا شغل خوالك وعمومك وخوالي وعمومي وبس، هذا ما كاش براوي. هيا كي قال لها كايا يا واش دارت ما جات لها هي لا فاميليتها. لحقت انا رحت هذه دفينا غير كيما مسكين صرات الواحد صاحبنا الله يرحمه برحمه الله بلاطانا الحجره شي الحجره الثالثه ما صبناهاش في القبر، ما مصيبوها ثم
شي سرقوها ما فهمتش حضروا غير زوج وثالثه ما كان. هذه لا رياليتي ولا غير صرات هذه في تفينه هذه الخطره. حضرت لتفينه هذه صرات نعم ما فهمتش لما حطوهاش ولا سرقوها. شغل جنازه وكي بحال ولات شغل في الصاله شغل صاله تاع العناس شغل يضحكوا كذايا امام هم شغل ضعيف ولا شغل ما ولاو يحترموا الميت ما ولاو يحترموا الجنازه شغل نورمال عادي. جنازه تاع دوكا على كل حال ماهوش كيما بكري والحزان و كان لي شغل كان حاقد عليه تهنى منه كدب عليه. كان عندي صاحبي صرات له وقده كنت قاعد معاه في جنازه كنا مريحين وحده وحده بدا يسر بيفلات جا خمس مع الغاشي كومبلي ما يعرفهمش هذه الاولى هو مهبو شويه قعدنا رفد سني وبدا يدي لهم شغل هو مول الجنازه وشغل ما جاب لا عرض على كل حال بكري طعام هكا ويجاس الجنازه دوكا ولاو ينوعوا دي فيون داشي هذه متوم هذا شربه منه ولاو شغل عراس. انا سمعت باللي كاينين ما باليش انا جنازات يسربيو مام الكاطو ما باليش انا سي بيزار نورمالمون باغ اكزومبل ديري حساب الناس اللي جايين بعيد ما بليش انا واحد ساكن في الصحراء ولا ما بليش انا توجدي له الغداء مي الناس اللي تما تجي نورمالمون مش لو بي تاعك انك تاكل ولا حاجه سي فري ما بليش انا يضحكوا مع بعضهم لامين بعضهم هكا مديرين ان جروب يضحكوا ما نعرف مي هادي بعد سي بيزار سي ان اسبي بيزار وي تاع الجنازة. الجنازات دوكا حنا في دوكا في الجنازات ولات حتى هي يعني كلمه العرس كيما الجنازات كاين مواقف ما نقولوا على اساس الماكله كاين مشاكل باغ اكزومبل مع المولى السيميتير مع السيميتير ما لقوش بلاصتو قاعد يدير الروطار قادر الميت ما يتغسلش يطول باش يتغسل هذا يعني يكون بصفه عامه له ما جدو هدايا من بعد جاوا قوشي فاميلتو هدايا قال له خليني ندخل مع النساء باش نشوف طفله جدو ميت قال لي شوف لي طفله لداخل هدايا صح جدو ميت يبكي السيد انا نبكي جيت فاميلتي قال لي شوف لي طفله بيان سور دوكا تينا واحد كيموت يلزم العشاء يكون بطبع يلزم بيان سور باسكو دوك الناس شغل ولات كي تروح الجنازه تحب تروح تاكل ماشي باغ اكزومبل تروح تعزي ولا سي سا الوقت اللي وصلنا ليه دوك ولا كلش بالمظاهر تكون جنازه يكونوا ناس بالطبع ولا يحبوا يروحوا باغ اكزومبل على جال القهوه على جال نيغاتو على جال العشاء كاين اللي والله غير يتبعوا العشاء هذا ما كان وربي يجيب الخير. في عرساله بوتيسري تقسمت وحده تاع لي زيطاش هذيك كنا قاعدين دري صغار يلعبوا صدم في طابله طاحت باغ اكزومبل تنسي لي غاتو في الدار باغ اكزومبل تنسي الفاليزه تاع العروسه في الدار كنا جاهزين قرار ندخلوا شو اختي بلارده ديره خروبه واحد وليد حومتك عيط لك يقول لك بنت عمي جا حد تزوج ولا نروح نتعشاو بلا عرضه اختي نستناو ندخلوا ديره مشكلة مع الغاشي وانا داخلين ديرك الوين كاين عرس الروح نزيدو نزيدو الماكلة نورمال قلنا نزيدو نزيدو احنا مشينا عرضة احنا هذاك الواحد الزايد اللي يديروا الحساب احنا هو في ثلاثة ثلاثة احنا يديرنا حساب ثلاثة ديرك هذاك الواحد اللي حيزيدو احنا هو احنا هم ضربوا على الماكلة نسرقوا طباسة تاع الشلاضة شلاضة ثلاثة طباسة لازم انا وهذا برك ثلاثة أربعة الخبز لازم خلاص هذاك الاخر لازم نعبدوها الخبز قزوز قزوز وحنا نشربها وحنا ندوها معانا مش انت تطيحوا البركه واي واي الريحه صرعتني واي واي الريحه تهبل مليحه تهبل بصح الكونفيتور عليه من الفوق وفينا نهضروا على الكاطو الصبري انا نوصيكم اعزائي المشاهدين ولا شفتوا هادو الزوج شفتوهم راحوا للجنازه غير حوزوهم ولا على العرس ولا عرس غير حوزوهم شوف درت خطا شاف نعم الخطا هو الكونفيتور هذا ما يجيش من فوق لانه هما اللي سقاوهم فيه زوج كيما درت لك هذه الحبه فات فوالا قالت لك مونيا باسكو ما كاش بزاف كل سقاوهم يبقاو ثلاثه لا معليش عض دونك حبيتهم سته يبانوا شويه بزاف زعما خممت علينا وهلا فوالا باش نتقاسموا فكرت هي صرات لي حاجه اعطينا حياه كانت مونيا هي الماتريس على سواغي وكان عندنا ديفيلي دو مود
لبسونا وكامل كامل ولو تابي اللي حطوه باش نديفيلي ويا في دي تخو شويه في تحت وانا راني نمشي وحصل لي شي با شحال تي سبيكتاتور كان اون فاس ليا تعرفي بديت نوحد في ربي قرب ما طعتها كامل بصح سافا جي بو ريكوبيري لو تخوس ما عاود كملت نط شغل جي سوغي نورمالمون وزدت كملت ما ميدا هما بداو يديروا هذيك تاع هكا لا هذه وتصرا بزاف ميم في لي فيستيفال ميم في لي سبيكتاكل دو تياتر ميم لي مورايا قريب ما ميم لي ديفيلي دو مود يعني اللي نشوفوهم يعني على انترناسيونال في فاشن ويك اكسيتيرا اكسيتيرا وتشوفيها طيح باغ كونتر دوكا ولا زعما نوفيل موت ونصفقوا لها ويقولوا لها برافو باش هي ريبرون وي كونفيونس اون ايل مي سي فري كو فهاداك ديفيلي يافي توا يافي تاني ميم ياسمين اوشان اون ايتي دو يافي وحده صابرين تاني قريب ما طاحت باسكو يافي ان بتي افيك لو تابي ما تشوفيش التقابيس غير ولا هذوك اي افيك دي تالون هكا لبستهم يا اختي مزيه جات هكا برك واش عليه لو كان كاش ما يصرى بعيد الشر لا وكان طيحي وتنوضي واش عليه باسكو افيك دي تاعها هكا تروح ولا غير طيحه واعره واعره لا 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 طيحه قدام الناس انا هي صرات لي في الشروق سيتي يعني اشاك فوا كي نكونوا عندنا دي نوفيل سيري ولا دي نوفيل زيميسيون قبل رمضان يديروا اون سواري باش يوروا لي بروغرام لما حين يجوزوا لحقت كنت وحدي لابسه كلش ابيض الملايكه لحقت هكذا وهذيك شت ليك سيت على كونفيونس ما انا هي لحقت وكم كنت عاليه لحقت درت هكذا كان يافي واحد اون بوتيت سي ميتي ميم با اون مارش سيتي غيان ما فهمتش كانت تما ونضرب وسيتي با كو نضرب هذيك ونطيح هذيك معليش سيتي لو بوتي بروي اللي درتو باسكو درت اللي ما كانش يشوف شاف طاحت على تيتي اكزاكتومون مي طاحت يعني ما طاحتش تبرك كاع في القاع يا في ان نوم هكا ويقول يا بنتي العين اللي ما كانش راح يشوف كاع يا تي شاف يا بنتي العين قلت له لا لا يا الحاج مش يا بنتي العين انا ما نشوفش انا اللي ما عندي حتى معنى نو مي فريمون شتي روحي شتي لا تور دو بيز حسيت روحي درت هكا ديريكت اريف ا تو المون نو فهذوك لي مومون تي بريفير تعاودي ترفدي حوايجك وتروحي تقولي خلاص كي طيحي وتفدي وجهك وكاع يضحكوا عليك مالا سمير وحياة ماذا بيكم دوك ديروا لنا مشهد تمثيلي يعني ماشي هي ديروا خير علاش هي ممثله اصبر سمير لا لا انت تولي ممثل اليوم بصح هذا المشهد نديروه بعد الفاصل ما قدرتش نشرح باسكو السيناريست هنا عطاني واحد لا ميزون سين ابا باب انا عندي ان رول سيكوندير برينسيبال لا 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 رول برينسيبال اليوم سي سمير سمير وحياة في زوجكم رول برينسيبو سمير وحياة زعما راكم فيونسي سي فوتر ساجير لا بروميير سورتي ديالكم تخرجوا وانت يا صالك مشكل المشكل هذا شويه غرافا وشنو سمحي لي طاحت سنتك كيفاش حديتي دبري راسك اسكو تقابلي اسكو تعاودي تروحي دوك دبري راسك كيفاش ديري لا سنتي تفرمشتي عندك سنه ديالتها طاحت لك نديروها لهنا وهي كي تقعد معاك لازم تنسيستي عليها باش تهضر ولا تاكل ويا البروبليم ديالها راهو بروبليم كبير دوك دبري راسك كيفاش راح ديري لا ميزون سين هيا خلاص نديروها لهنا ديجا جات تروح باش نفلوها راح نجبد لك لي زونسيان دوسي باش ما نضحكش كاع جوستومون باش نشوفوا واش راح يصرى واش هاد الرطا نص بان سنا فيك واش بيك عقونه اه وي كنت غيتوجع فيك درسه على رحت عند دونتيست وري شوف نشوف نشوف واش بيك نحيتي هذه ولا درست العقل واش
قولي لي نروح عند الاول ولا الدوزيام؟ وشنو؟ نروح وحدي؟ نروح وحدي؟ وجعتك درستك؟ من وقتاش وجعتك؟ صباح كنتي تهضري نورمال في التليفون، كنتي تعيطي خرجتيني من التليفون. دوكا وقتاش رحتي؟ وشنو شبع عينك؟ كنتي تعيط لك السنه هذه؟ شوف نفهمك انا من الاخر يا ودي، طحت على فمي من قبيله تكسرت لي سنتين. شوي ديزولي ما تفهمناش هكذا انايا. وشنو؟ ماشي متفاهم معاك هكذا. واخويا راك راجلي. نو 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 راجلي فول مي وفول فيغ. غادي نروح الحانوت الاول نوض نوض. لا لا ما تجيش ما تجيش. لا لا اين المفر؟ ما كاش المفر. جاسوف تعاليك ما كاش دبر راسك. جاسوف En fait, c'est des choses qui sont là ou à Dôme, hein? Bah oui, ça, ouais. Plusieurs fois. Ouais. بصح حنا يا نساء اوني توندر، حنا ما نطيحلو سنة ولا الاخر تقعدي معاه، الراجل غير يشوف شويه ديفو. لا ماشي جو كخوا با بوغ سنة، بوغ سنة. إيكيب. سنة نو. سي. سنة. سي غاف سنة. نو حنا يعني لي زالجيريان ما عندهمش زعما سنة. عادي. كي طيح على فمك ماشي سنة، يريبو كامل بخاسك كامل سنانك. سي تري غاف. لا لا حنا اون جينيرال عندنا لا فراز المعروفه يقول لك راجل ما فيهش العيب. زيد للمراه. زيد نسى ونسى للرجال. والراجل عيبو جيبو. عيبو جيبو. سمع حنا دايما الراجل زعما يقول لك نورمال ما فيه ما. ما كانش مشكل. ما قري فرماش. وي 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 زعما. عندي تقبلي بواحد فرماش. تقبلي بواحد فرماش. إذا ديتو بسنانه من بعد عطيتو درسها معليش. مو باغي دونتيست. يسقم لك سنانك. أعزائي المشاهدين لحقنا لنهاية الحصة، وبعد ما ننهي الحصة معكم نعطوا الكلمة للضيوف ديالنا. سمير فوزية منيا مفيدة، شكرا على الاستضافة. قناة الجزائرية شكرا على الاستضافة، شكرا للجمهور الكريم إن شاء الله. دونك واش نقول لهم؟ نقول لهم أنا وطونك كوتش نقدر نعطيهم نصائح في الكوتشينغ ديالي. دونك لوبجيكتيف ديالكم ماشي ديروا سبور برك ولا تاكلوا ستاد جو فاسون إيكيليبغي. Pensez à l'avenir parce que l'astuce de Dunia Hadis, c'est qu'il faut vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Khamouf sahetkom parce que ce n'est pas juste une question d'apparence ou la chbab ou la mchian ou la semaine. Parce qu'une fois en tête, on a dit que les sahas, les hiya gratuites, battent. ماغري افيك كاع الدراهم اللي عندنا ما زيدوش نجيبوها. دوك نقول لهم خموا على البعد هذا، الرياضه والماكله الاكيليبغي راح تخليكم تربحوا الصحه هذه ان شاء الله. حيات الوغ نشكركم على الانفيتاسيون، نشكر جزائريه وان اوسي. سي جي باسي ان اغريابل مومون، ضحكنا. اي جو فودري دوني ان كونساي تسمى للناس، فيت دو سبور فيت دو سبور فيت دو سبور. باسكو فرانشمون انا نعطيكم ان كونساي، سي كم راح كي لو ديبي سي توجور دور، سي توجور دور، اون ا با لا فورس، اون ا دي كورباتور، اون اي فاتيغي، اون ا با انفي. مي ديك راح تشوفوا ان بيتي بو دو ريزولتا في الكور تاعكم راح تعطيكم فريمون لونفي، اي لا سا فا دوفنيغ كوم اون دروغ. Et c'est bon pour le moral et pour la vie. Et bon courage à tout le monde. Et merci beaucoup. Moufida. انا نقول لهم نقول شرفتونا بحضوركم. شرف لينا. ونقول للاعزائي المشاهدين ديروا سبار مادامكم صغار، على خاطر فوق ال 40 سنه نسبه حرق الدهون راح تكون اصعب من قبل ال 40 سنه. انا عشتها وعلى بالي بها كيف راح تكون، وما تويسوش. ماشي زعما نهار زوج ثلاثه عييت ولا تلاشيو، وهذه نصيحه نبدا بنفسي قبل منكم. ان شاء الله العوده بقوه ان شاء الله في الرياضه. ان شاء الله. مونيا الوغ انا ماذا بيا يعني كل جزائريين يكونوا في لي بون ريزوليسيون تاعهم 2019، سي فير ان بو بلوس دو سبور كيما قلنا لكم، سي بون بور لو مورال، سي بون بور لا سانتي. يعني فو نبوفي تروفي كو دي كوتي بوزيتيف او سبور. وكي هضرنا على المناسبات الافراح والاقراح، باين كوتي اذا شفتوا هذوك ثلاثه ما تخلوهمش يدخلوا لعندكم في سوا فرح ولا قرح. بي فوالا، وان شاء الله ان شاء الله تكونوا توس ان بون سانتي. و انا نقول لكم نشكركم اللي جيتوا معنا وحضرتوا معنا في بلاطو سوق النساء، وحنا ما نخليكمش تروحوا يديكم فارغين. عندنا دي بتي كادو ليكم ان شاء الله يعجبوكم. رباح ملا
نقول أختي المشاهدة أخي المشاهد إن شاء الله تكونوا استوعبتوا من المواضيع اللي عطيناها لكم اليوم، ونتلاقوا الأسبوع المقبل إن شاء الله مواضيع جديدة، وإن شاء الله كنا خفاف وضراف عليكم. سلام. أنا الضيوف اللي حضروا معنا اليوم، كل واحد أعطانا رأيه سواء على الرياضة ولا على المواقف اللي تراولوا في المناسبات. وما نطولش عليكم، نشكر الناس اللي راسلونا وطلبوا منا مواضيع، إن شاء الله في الأيام المقبلة إن شاء الله نلبيو طلباتهم، وطلبوا منا بزاف ضيوف باش يكونوا حاضرين معنا، إن شاء الله نلبوا هذه الطلبات ونكونوا عند حسن ظنكم. انا نقول حاجه واحده سوكي كونسيرن الرياضه، الرياضه هاديه اتوتاج، ما كانش فيها صغير ولا كبير، ولا اللي يحب يدير الرياضه يدير الرياضه، مليحه للجسم الانسان، مليحه للمرض ديالو، مليحه لكلش. ديجا الطبيب كي تروح عند الطبيب يقول لك دير الرياضه، الوغ ما فيها حتى كومبلكس، اللي حاب يدير الرياضه يدير الرياضه. ونشكر ثاني لا بوتيك لوكسيري 61 اللي راهي تلبسني، يعطيهم صحه، ميرسي بوكو. السلام عليكم، كما عودناكم حصتنا ديما فيها الافراح وفيها مواضيع مهمه. اليوم حبيت نوجه الف مبروك للزغيد لجي زغيد ادم، ونقول لهم الف مبروك على الختان تاعهم، ويسامحوني ما قدرتش نحضر. هاد اولاد صديقتي سهام طواهري، نوجه لها الف تحيه هي وزوجها عادل. شكرا لي فان تاعي، نقول لكم بارك الله فيكم، وشكرا على كل انتقاداتكم، شكرا على دعمكم، الشكر الكبير والصغير، وسامحوا لي اللي نسيت اسمه ولا راكم بزاف وعلى راسي. شكرا، ونتمنى نكونوا دخلنا لبيوتكم بالفرح والسعاده. نشكر ثاني، اليوم عنديها غير شكر على خاطر الهدايا راهم بزاف. نشكر كهينه اللي جابت لنا هدايا قيمه، شكرا صديقتي. نشكر ريما بشكوره، شكرا ريما. ونشكر ثاني هذا اللي اعطاني من ورقله عمر، اعطاني هذا الزي وهذا مخدوم باليد، يقولوا له الطرز السوداني. شكرا 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 شكرا. وبلا ما ننسى زهرة الخليج اللي ديما يلبسني، شكرا زهرة الخليج. اليوم لي سوجي اللي تناولناهم هما الرياضة عند الجزائريين، يعني ثقافة الرياضة عند الجزائريين، وعلى واش يقدر يصرا في الافراح والاقراح اللي قلنا اللي قدروا الجزائريين يعيشوهم في حياتهم. الوغ لو سوجي كي كونسيرن لو سبور اي ان سوجي تري 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 امبورطون. يعني encore une fois je conseille que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, surtout les enfants, parce que pour moi c'est plus important que n'allmouhom ou n'kbrouhom ala hada thaqafa, parce que forcément huma la hni yerbou l'ajyal li ram jayin bach yidirou sport, bach ykounou en meilleure santé et en bonne forme surtout. Ensuite le deuxième sujet était un peu plus drôle, qui mèche tous les cinq russes, les mariages ou les enterrements ou les sara ou les fous rires le janazat etc. Donc voilà, c'était un agréable moment avec Samir et Hayat. J'espère qu'on se reverra dans d'autres occasions ou les عاودوا يجوا اللي عندنا في سوق نسا. en tout cas مرحبا بهم. شكرا لكم على الاستضافه هذه تاع اليوم، c'était une émission magnifique avec des animatrices جينيال، خفاف على القلب، ضحكنا لعبنا مثلنا وزادوا عطاو لنا دي كادو، ميرسي بوكو. اليوم انا انتامي دي سوجي تري امبورطون، ان شاء الله راكم تستافدوا معنا في هاد ليميسيون، وراح تجوزوا ان مومون اغرياب كيما جوزنا حنايا. يعطيكم الصحه، ميرسي جزائر ياوان، ميرسي على ليميسيون سوغنسا، ميرسي او بوبليك، اي على بروشين ان شاء الله. نقول لكم شكرا على الاستضافه هذه على قناه الجزائريه ياوان،
شكرا لحصه سوق النساء سيتي تري زاغريابل كاين بزاف نساء تحماو مي سيتي تري زاغريابل افيك لي زانيماتريس يعني ضحكنا لو سوجي لي تي تري تري امبورطون وين قدرنا ان شاء الله نكونوا قدرنا فدنا المشاهد الكريم ديالنا. نقول لكم بلي ما بقاو دائما تبعوا هذه الحصه, حصه اللي راح تجيب لكم بزاف صوالح ملاح وتجيكم شويه في قالب فكاهي دو طون زون طون وين نلحقكم لو ميساج تري تري بيان. دونك يعطيكم الصحه تري تري بيان. لومبيونس كانت اكسترا افيك ليكيب افيك ليكيب سورتو تاع لي كوليس تري بروفيسيونيل. نقول لكم سيتي اون اكسبيريونس تري 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 بوزيتيف بور موا وان شاء الله نعاود نشوفكم خطره واحده اخرى ان شاء الله. شكرا الجزائريه.